رياضة معانا كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني من صالة المغادرة في مطار القاهرة وعلى هوبة الاستعداد للسفر وفي امستردام. يا بخت والله. مساء الخير يا كابتن شوقي. في هولندا. مساء الخير. ازيك يا كابتن احمد؟ لا صحتك طبعا. طبعا انت دلوقتي عمال تغني اغاني محمد هنيدي هناك. كابتن عمرو اهلا بيك كابتن. الله بيك شوقي. طمنا الاول على المنتخب، خرجنا من المود اللي احنا فيه ده، طمنا. وصلتوا هولندا؟ وصلنا احنا في مطار امستردام دلوقتي. ووصلنا الصبح الحمد لله، وكان في فندق موجود في المطار. يعني كان جاهز من الشركه الراعيه وموجودين في الفندق بتاع المطار، وبعدين كلنا اتغدينا، اللعيبه اتغدت وكده. لكن برضو زي ما انت بسمع يعني بتكلمه كابتن احمد، الكلام كله برضو في موضوع الانتخابات وكده نفس الوضع. طب اتمدت يوم يا كابتن شوقي؟ اتمدت يوم. احنا لسه عارفين دلوقتي سمعت حضرتك. يعني احنا كويس مبسوط كده يعني اللي بسيل يعني. يعني احنا برضو يعني مع حضرتك كابتن احمد. بنقول يعني احنا امبارح كلنا نزلنا، كل معظم اللعيبه صوركم باين الحقيقه. نعم. الجهاز وكل الناس نزل وكده، يعني بنطالب الناس انها تنزل. يعني كنا انا يعني صراحه انا لما قلت مثلا اللي احنا شفناه في 30/6 وشفناه في 3/7 هنشوف التدافق بتاع الناس وقبال الناس ووجود الناس، لان احنا بنقدم رساله للعالم كله دلوقتي، بنقدم حاجه جديده لازم تبقى موجوده في مصر، بتتبنى من جديد. المفروض في بناء من جديد ده كل واحد يبقى له رايه ويبقى له صوته ويبقى له كل حاجه، مش كل واحد قاعد في البيت وبعدين يطلع بعد ما الانتخابات تطلع يقول رايه بقى ويطلع يتكلم ويطلع. انا كنت اتمنى ان اللي ما راحش الانتخابات كان لازم يبقى فيه غرامه كبيره جدا، مش 100 جنيه ولا 200، لا غرامه. او يبقى ماليش حق في حاجه جايه بعد كده في تصوير. طب دلوقتي احنا كنا عايزين نكلمك في الكوره عشان نطلع من السياسه، دخلتنا في السياسه. قول لي، في حد غاب عن الاسماء المعلنه معاك ولا كلهم سافروا بالسلامه باستثناء جده؟ الحمد لله اللعيبه كلها 25 لعيب موجودين معانا، ما فيش الا جده بس الوحيد اللي هو كان المعتبر هو اللي كان هيبقى معانا 26. ما جاش معانا، واتمنى له الشفاء طبعا لانه مهم بالنسبه لنا كمنتخب ومهم بالنسبه لنا كلاعب وكده، وكان عنصر من العناصر الاساسيه اللي في التيم واللي بنسقطها يعني في الرحله دي او في الفتره بتاعه الماتشات. خلاص ده انت يعني مش معاك. طب معاك محمد علي خير، كابتن شوقي غريب، ترجع بالسلامه. ودكتور مدحت العدل عاوز يسال حضرتك. طبعا كابتن شوقي احنا مطمنين وحاسين كده ان ايام الانتصارات راجعه على ايديك ان شاء الله. وقول لي انت عايز ايه من الماتش اللي انت رايح تلعبه يا كابتن؟ شيلي. احنا الحمد لله ان احنا بننقل المنتخب، ان احنا بنلعب مع فرق من المستوى الاول يعني. يعني فرقه البوسنه او فرقه شيلي، فرقه البوسنه ترتيبها 17 عالم وشيلي ترتيبها 13 عالم. الفرق كلها متاهله لكاس العالم. بس ده شيلي بقى عندها قوه اكتر، لدرجه ان انا بكلم السفير امبارح. سفير ياسر بصراحه عامل كل حاجه معانا، فبيبلغني ان التذاكر خلصت خالص بتاع المباراه واسعارها غاليه وخلصت كل التذاكر. والملعب تقريبا بياخد في حدود 50,000 او 60,000 متفرج. والجانب التشيلي عاملين اهتمام جدا لانهم هيلعبوا مباراتين قبل كاس العالم، فاللعيبه كلها المحترفين وكل لعيبتهم وصلوا ودخلوا معسكر ومتواجدين كلهم، والمباراه عامله رد فعل جديد هناك وعامله حاجه كويسه والحمد لله. برضو انا يمكن في ماتش البوسنه فقدت لعيبه الزمالك اللي كانوا مش موجودين معايا، الماتش ده اللعيبه معايا، فيعني افضل ان احنا زادت علينا عناصر مميزه اكتر من اللي كانت معانا في ماتش البوسنه. فبنتمنى ان احنا نعمل اداء الاول يعني يرجع اسم الكره المصريه ويعيد طريقها شويه، وفي نفس التوقيت اللعيبه تستفاد من فرقه ثقيله زي شيلي بلي مثلا، نفس مرشحه للمربع الذهبي. هنطلع كاس العالم امتى يا كابتن شوقي غريب؟ باذن الله في 2018 باذن الله، وبوعدك بكده باذن الله. بس عندنا استحقاقات قبلها لازم نحقق فيها حاجه كويسه عشان نوصل للهدف ده، اللي هي بطوله افريقيا 2015 في المغرب، وعندنا مجموعتنا مثلا السنغال وتونس. ربنا يوفقك. بس انا بس عشان ادخل الاستوديو التحليلي اهو يا كابتن، ممكن تقول لي التشكيل بتاع الماتش؟ بتاع الماتش ده بص يا كابتن احمد هقول لك، مش هيختلف كتير باذن الله. انا بثبت التيم رغم ان احنا بنجيب عناصر، لكن العناصر اللي انا فقدتها فعلا كان عناصر بتوع الزمالك في المباراه. هيكون في مكسب اضافه بعض العناصر في بعض المراكز اللي تدي يعني قوه اكتر وحيويه اكتر ونشاط اكتر للفريق باذن الله. اشكرك كابتن شوقي، شكرا جزيلا.